الباجي أنا أعتقد أنه صاحب مشروع في فرنسا في تونس، وهو يعيد بناء المشروع الفرنسي في تونس. المشروع الفرنسي أسقطت الثورة. قلت لك هذا حزب كبير وفكرته بناءة، ولا بد لتونس من حزب وطني كبير يعمل التعادل. معايا في الفكرة هذه المعايش ونداء تونس مازال نجم، هي فكرة نداء تونس، هي الفكرة بناءة وإيجابية، مازال مازال وفي لهذه الفكرة. خليني أنا مش في تقييم الأحزاب، أنا قيمته. أنا قلت الفكرة حزب كبير وكذا، أيوة قلت فكرة اللي بناء عليها فكرة إيجابية. شنو اللي فيها؟ كانوا موجودين في غار الملح فجأة عندما رقي الباجي قائد السبسي وزير الداخلية في غرة أكتوبر 1965، قرر نقل مجموعة المؤامرة إلى داموس، كان معد خزن السلاح موجود في برج الرمل. كانوا الفرنسيس ما يستعملوش للآدميين، يستعملوه لخزن السلاح، حوله هو إلى حبس. هو كان وزير داخلية وقتها، عروف مثل. ولكن أنا سلباجي هو في دار الحق وإحنا في دار الباطل. أنا عنده مواصفات الزعيم، الرجل عمره ولم يرحمه أبناؤه. الله يعلم.